أجدد التحية مشاهدينا، وها نحن معكم في هذه التغطية المستمرة والمباشرة على مدار الساعة لتطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونتابع وإياكم هذه المشاهد المباشرة لتجدد القصف الإسرائيلي عبر الجو والبحر، قصف مدفعي عنيف على قطاع غزة. إذن قطاع غزة في اليوم 32 من الحرب، قتل حتى الآن عشرات القتلى وأيضا مئات الجرحى، حيث قتل 21 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم الشعورة في رفح جنوب قطاع غزة، فيما تواصلت الغارات المكثفة في محيط مشفى القدس في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة وفي حي الصبرا والزيتون جنوب المدينة. الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا في مخيم الشاطئ الذي يتعرض لقصف مستمر من قبل البوارج الحربية الإسرائيلية، كما دمرت منزلا في بلدة القرارة شمال خان يونس، واستمرت المدفعية الإسرائيلية في قصف أطراف حي الشجاعية شرق غزة وعلى طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، فيما توصلت القوات الإسرائيلية تواصل فصل مدينة غزة عن باقي مناطق قطاع غزة الوسطى والجنوبية. مصادر طبية توقعت نفاد مخزون الوقود الخاص بمولد كهرباء مشفى القدس خلال 48 الساعة المقبلة، فيما أكدت مصادر بمشفى العودة أن مخزون الوقود بدأ في النفاد وسيصل إلى الصفر خلال 30 ساعة. وفي المشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة أفادت مصادر بأنه بقي 24 ساعة فقط على توقف المشفى بالكامل جراء نفاد الوقود، وأن بعض أقسام المشفى الحيوية توقفت بالفعل. وأيضا في تطورات العمليات البرية، أعلنت إسرائيل أن قواتها تمكنت من تطويق مدينة غزة بعد هجوم واسع، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات إسرائيلية حاولت التوغل على محور تل الهوى جنوب غزة. كما كشفت مصادر الحدث أن دبابات إسرائيلية تمركزت قرب مجمع الشفاء وسط غزة، وأخرى أخذت تنتشر في الشيخ عجلين جنوب غرب تل الهوى. ביסודיות, והכי חשוב לי שאתם לומדים מבצעית, אני רואה את הלמידה המבצעית. על קודקוד אדיר וחושן אותי אותו. להמשיך ככה, נראה מצוין. من دير البلح وسط قطاع غزة تنضم إلينا الصحفية خولة الخالدي. خولة، أهلا بك معنا، ونحن نتابع معك ساعة تلو الأخرى التطورات الميدانية. ماذا لديك هذه اللحظات؟ إذا نتحدث عن إبادة جماعية،
نعم، الاستهدافات الأخيرة طالت كافة المناطق الفلسطينية في قطاع غزة، وبالتحديد مناطق جنوب قطاع غزة، منطقة خان يونس القرارة. تم استهداف عائلة الأسطل صباح هذا اليوم وانتشال أكثر من 11 ضحية، بالإضافة إلى عشرات الإصابات التي يتم التعامل معها حتى هذه اللحظة. منذ قليل كان هناك أيضا استهداف لمنزل سكني في منطقة رفح لعائلة لبد، أيضا الحديث يدور عن عدد من الإصابات والضحايا، بالإضافة إلى استهدافات أخرى في الناحية المقابلة تماما لهذه المحافظات، محافظة غزة ومحافظة شمال غزة. عائلة أبو قادوس هي العائلة التي تعرضت إلى عدد من الغارات الإسرائيلية في تلك المنطقة، والحديث يدور عن مجزرة في تلك المنطقة وبشكل واضح، ولكن لا أنباء واضحة عن أعداد الإصابات والضحايا حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى تكثيف الغارات الإسرائيلية بالطيران الحربي الإسرائيلي في كافة المناطق، خاصة المناطق الشرقية المحاذية لكافة المحافظات في مدينة غزة تحديدا. هذه الاستهدافات تأتي دعما ومساندة للآليات والدبابات العسكرية المتمركزة على الخط الشرقي لمدينة غزة في محاولة للتوغل البري، خاصة في محافظة خان يونس والتي تتعرض إلى وابل من الصواريخ الإسرائيلية في تلك المنطقة. هي منطقة زراعية وسكنية في آن واحد، تقوم الطائرات الإسرائيلية بعملية تمشيط واضح لتلك المنطقة من خلال الاستهدافات المتكررة، بالإضافة إلى استهدافات حول المستشفيات الفلسطينية خاصة الموجودة في مناطق الشمال ومحافظة غزة. يعني فعلياً هل تمكن الجيش الإسرائيلي من تطويق مدينة غزة كما ذكر الإعلام الإسرائيلي قبل قليل خولة؟ عملية تطويق غزة هي من الجو فعليا تمنع عملية الدخول أو الخروج إلى محافظة غزة، ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أن هناك انتشار للجنود الإسرائيليين في أروقة وشوارع قطاع غزة. هناك سيطرة فقط على محاور الشمال ومحاولة سيطرة من منطقة الشيخ عجلين والتوجه شمالا إلى مناطق وسط قطاع غزة، ولكن حتى هذه اللحظة هذه المنطقة فعليا تسيطر عليها بالدبابات والآليات العسكرية بالتمركز فيها فقط دون الإمكانية للتحرك أي متر واحد إضافي في عمق قطاع غزة. لذلك السيطرة هي سيطرة جوية فعليا من خلال القصف ومن خلال الغارات الجوية التي تمنع عمليات التنقل وعمليات التحرك من غزة إلى خارجها أو العكس. لذلك هذه السيطرة هي ليست كما تصرح فيها إسرائيل، هي سيطرة جوية فقط. أما العملية البرية فقط الآليات العسكرية والدبابات دخلت من المناطق الشمالية في عمق 5 كيلومتر تقريبا أو 6 كيلو فقط، يعني على حدود أطراف محافظة غزة. هي اخترقت منطقة الشمال بشكل كامل وتتمركز الآن على أبواب محافظة غزة بالاقتراب من مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى محاصرتها من الزاوية الجنوبية من الوسط تحديدا من منطقة الشيخ عجلين في محاولة للدخول في عمق قطاع غزة من ذلك المحور، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتمكن، بالإضافة إلى عدد من الآليات العسكرية المتمركزة على الخط الشرقي لمدينة غزة واستطاعت التوغل من المحور الوسطي لديها وهو المحور الرخو الذي تحدثنا عنه سابقا. هذه المنطقة التي قامت على فصل قطاع غزة شماله عن جنوبه، ولكن دون انتشار بالتنويه إلى هذه النقطة للجنود الإسرائيليين في مناطق مختلفة من قطاع غزة. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة من وسط قطاع غزة، الصحفية خولة الخالدي. اتهم المتحدث باسم صحة غزة أشرف القدرة اتهم إسرائيل بتركيز قصفها في الفترة الأخيرة على مستشفيات القطاع الذي يتعرض لغارات متواصلة منذ شهر. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة واسعة على المنظومة الصحية، حيث أن الساعات الماضية تركز العدوان الإسرائيلي بشكل واضح وبشكل سافر وبكل منافية للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، حيث انقض الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات النصر للأطفال والرنتيس التخصصي والعيون والصحة النفسية بشكل مركز. We'll be right back.
وأنوه مشاهدينا إلى هذا العاجل الظاهر على الشاشة أمامكم. الجيش الإسرائيلي يطلق تحذيرا للسكان، تحديدا سكان الجليل، بالبقاء في مناطق محمية. ونحن معكم نتابع صور خاصة لقناة الحدث من تل الهوى. تعالي برا الشارع، تعالي برا. حديثك من هواي كيف قدر طلع؟ تعالي برا الشارع، تعالي برا. أكيد حديثك من هواي. كبير يا الباب. كمان هواي. أكيد حديثك من هواي. كبير يا الباب. أنا عند الباب روح. عاود الطيران أيضا بقصف المنازل المحيطة بمنزلي، ولعلكم ترون. عاود الطيران أيضا بقصف المنازل المحيطة بمنزلي، ولعلكم ترون. المواطنون يصرخون بشدة القصف نتيجة الغارات الإسرائيلية في هذا. المواطنون يصرخون المكان بشدة القصف نتيجة الغارات الإسرائيلية لاحقا في هذا المكان. يعني هي غارات متلاحقة. وننتقل إلى المنطقة الحدودية مع غزة. تنضم إلينا مراسلة الحدث لنا كولقاصي. أهلا بك لنا. أبدأ معك من العاجل الذي وردنا قبل قليل، وهو إصابة فلسطينية بالرصاص عند حاجز قرب القسل الاشتباه بمحاولة طعن. ما التفاصيل التي لديك؟ بطبيعة الحال ربما هذه المرة الثالثة التي تتهم القوات الإسرائيلية المقدسيين بتنفيذ عمليات أو عمليات ربما طعن في مدينة القدس. لا يوجد لدي حتى اللحظة أي معلومات مؤكدة عن هذه الفتاة تحديدا، ولكن التسجيلات الأمنية في القدس ما زالت كبيرة وكثيفة بسبب أيضا عملية أمس حينما تحدثنا عن عملية الطعن لأحد الجنود في باب السهرة في القدس، ما أسفر عن مقتل جندية بنيران من أحد الجنود الذين اشتبهوا أو أطلقوا النار عليها عن طريق الخطأ، وإصابة جندي آخر بجروح طفيفة بسبب عملية الطعن. أما بالنسبة للأوضاع الميدانية من هنا من الحدود مع قطاع غزة، نتحدث عن الطائرات الحربية ما زالت تقصف. يعني نحن اليوم بشكل كثيف شاهدنا وسمعنا طائرات الحربية الإسرائيلية التي قصف عدد من المواقع تحديدا في المناطق الشمالية. كان هناك أيضا استهدافات في مخيم الشاطئ أو على مشارف هذا المخيم. أيضا نتحدث أيضا على استهدافات في منطقة خان يونس، إضافة إلى عدد من الاستهدافات شمال مدينة غزة وجنوب مدينة غزة، وربما هذا من أكبر الاستهدافات. يعني أيضا منذ بدء الحرب القوات الإسرائيلية والطائرات الحربية تركز استهدافاتها على شمال المدينة وجنوبها. بالنسبة للقرارات السياسية، يعني الوزارة الإسرائيلية، وزير الدفاع جالنت، يوأف جالنت، وهو وزير الدفاع بالطبع، قد تحدث بالأمس أنه أنهى المصادقة أو أنهى اجتماع للمصادقة على
تجديد أو على عمليات توغل جديدة في قطاع غزة وتحديدا في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، يريد الدخول بشكل أكبر، توغل أكبر لدى الدبابات الإسرائيلية. ولكن منذ بدء الحرب نتحدث أن هذه التوغلات تكون بشكل بطيء بسبب سلاح الأنفاق التي تستخدمه قوات حركة حماس. أيضا كان هناك محاولة للمرة ربما الخامسة منذ بداية الحرب طلب من الفلسطينيين التوجه من المنطقة الشمالية إلى المنطقة الجنوبية، ولكن بالعلم المنطقة الجنوبية هي ليست أكثر أمانا، خاصة بأن التوغلات البرية بتنا نشاهدها أيضا في جنوب القطاع خصيصا في اتجاه منطقة خان يونس. أما بالنسبة لي الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة بعد أكثر من 10 ساعات من الهدوء، بالفعل ليلة أمس لم نشهد أي إطلاق للصواريخ من قطاع غزة. صباح اليوم بتمام الساعة 6:30 صباحا كان هناك رشقة صاروخية أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف وتحديدا المستوطنات المحاذية لخان يونس وبالتالي قريبة من جنوب قطاع غزة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من المنطقة الحدودية مع غزة، مراسلة الحدث لانا كولغاصي. أنا مش عارف كيف لغاية الآن حي، اللي صار إشي مرعب وإشي مأساوي جدا جدا. فجأة بدون ما أعرف صوت، بدون ما أعرف أي إشي، فجأة لقيت حالي مرمي هيك وماسك بنتين التنتين ومرمي على الأرض وماسك زوجتي، وإيش إيش إيش في إشي بقع فوق راسنا، وقع إيش في إشي انقلب السجادة اللي على الأرض صارت على السقف، كيف ما بعرف. نازلين في البودروم يأمنوا حالهم، لكن ما شيء طلع كانت إنه نطلع اللي طلعناه واللي 5 استشهدوا في قلب المكان، وزي ما أنت شايف دمار في كل المربع. فيش أمان، وين أمان مين؟ فيش أمان، لا المستشفيات انضربوا مبارح المستشفيات، فيش أمان. في الضفة الغربية عاودت القوات الإسرائيلية اقتحام مدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات بين فلسطينيين والقوات المقتحمة التي استخدمت مركبات عسكرية وجرافات. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد القتلى الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ارتفع إلى 163 منذ 7 أكتوبر الماضي، وأشارت الوزارة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية العام الحالي بلغ 371 قتيلا. وبحسب أحدث إحصاءات أعلنتها الصحة في غزة، فقد بلغ عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع أكثر من 10,000 قتيل منذ 7 أكتوبر. من رام الله ينضم إلينا مراسل حدث عبد الحفيظ جعوان. أهلا بك مجددا عبد الحفيظ، التطورات الميدانية من عندك، وهل انتهى دخول الجيش الإسرائيلي اجتياحه لمدينة جنين الذي كان قبل ساعة من الآن؟ نعم، في جنين انسحب الجيش الإسرائيلي بشكل مفاجئ، إذ لم يعد الاقتحام مفاجئا وإنما أصبح الانسحاب مفاجئا من المدينة. القوات الإسرائيلية كانت قد اقتحمت مدينة ومخيم جنين من 4 أطراف مصحوبة بجرافات ثقيلة، القناصة الإسرائيليون اعتلوا بعض المباني العسكرية
وفتحوا ثغرات لاستئناف عمليات القنص، وبدأت الجرافات بتجريف بعض الشوارع والطرقات، ولكن في أقل من نصف ساعة سرعان ما انسحب الجيش الإسرائيلي وانسحبت الجرافات من المدينة، وترك الأهالي يعني في حالة من الذهول. كانوا يتوقعون يوما حافلا وطويلا، الآن هناك توتر شديد في المدينة. الأهل المدينة يعتقدون أنه ربما يكون هجوما يعني بدائيا لهجوم أوسع منه كثيرا خلال النهار أو خلال الليل. هنا في مدينة رام الله وتحديدا عند حاجز قلنديا شمال القدس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيدة فلسطينية كانت ترتدي علما لحماس وتقدمت باتجاه الجنود على الحاجز. أطلقوا عليها الجنود الرصاص وأصابوها، وحتى الآن لم نعرف طبيعة هذه الإصابة التي تعرضت لها السيدة الفلسطينية. بشكل عام شهدت الأراضي الفلسطينية توغلات واقتحامات متنوعة طوال الليل، أبرزها لعله كان في مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية. عملية واسعة استمرت 5 ساعات أسفرت عن 5 إصابات في صفوف الفلسطينيين، وأيضا عن تدمير مساحات إضافية من البنى التحتية وبعض محولات الكهرباء وبعض المرافق هناك قبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية واعتقلت عددا من الفلسطينيين. أيضا جنوب الضفة الغربية في بلدة سعير قرب الخليل أيضا قتلت القوات الإسرائيلية شابا فلسطينيا وأصابت عددا آخر بجروح خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لتلك البلدة، حيث أخذت قياسات لمنزل محمد الفروخ منفذ عملية الأمس عملية الطعن في القدس والتي أسفرت عن مقتل شرطية إسرائيلية وإصابة شرطي آخر بجروح. وفي بلدة بيت عنان غربي القدس أيضا قتلت القوات الإسرائيلية شابا فلسطينيا وأصابت عددا آخر بجروح. عمليات اقتحام واعتقال أخرى أسفرت عن إصابات وفي فلسطينيين، وأسفرت أيضا عن اعتقال نحو 60 فلسطينيا. هذه تقريبا مجمل الأحداث الميدانية في الليل وخلال نهار هذا اليوم حتى هذه اللحظة في الضفة الغربية. شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان. وننتقل مباشرة إلى الصحفي خضر الزعنون المتواجد حاليا داخل تل الهوى. خضر، ماذا يجري من حولك؟ مرحبا بك وبكل المشاهدين. ما يجري هو أننا نستمع إلى أصوات الانفجارات الضخمة الناجمة عن الغارات التي يعني تنفذها الطائرات الإسرائيلية. هذه يترافق أيضا مع قصف مدفع، لعلك تستمعين والمشاهد أيضا يستمع لكثافة النيران وهي من المدفعية الإسرائيلية في منطقة تل الهوى إلى الجنوب الغرب من مدينة غزة. هذه المنطقة والتي تتعرض على مدار الساعة لعمليات قصف من الطائرات الإسرائيلية وأيضا من الزوارق البحرية وأيضا من المدفعية الإسرائيلية. يعني بصراحة أنا بالقرب من المستشفى الميداني العسكري الأردني وهو على مشارف منطقة تل الهوى، يعني أرى أمام عيني يعني المشاهد الدمار الكبيرة التي حلت بهذه المنازل الموجودة هنا وأيضا البنيات السكنية وهي تقع على مشارف منطقة الأبراج السكنية في حي تل الهوى القريب من مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. يعني حالة من يعني أشهد يعني مشاهد من الدمار الكبير والتي حلت نتيجة عمليات القصف المتواصلة والمتزامنة من المقاتلات الإسرائيلية منذ ساعات الفجر، وحتى هذه الساعة لا تتوقف الطائرات الإسرائيلية والتي تدق وتضرب في كل لحظة يعني عدد من المنازل هنا، خاصة في هذا الحي الذي يعني تعرض على مدار هذه الحرب الإسرائيلية على غزة لعملية قصف عنيفة ومكثفة بفعل الغارات الإسرائيلية هذه المتواصلة، والتي يعني أوقعت بصراحة زميلتي أعداد من الضحايا وأيضا المصابين والذين تواجه سيارات الإسعاف وأيضا الدفاع المدني صعوبة الوصول إليهم أو انتشالهم نتيجة الغارات المتواصلة من الطائرات الإسرائيلية. نعم. طيب، كانت هناك أنباء تحدثت عن هناك تمركز لدبابات إسرائيلية جنوب غرب تل الهوى، هل انسحب هذا التمركز قبل بدء القصف الذي نشاهده الآن أم يعني غير من موقعه؟ نعم، هي عملية التوغل المتواصلة في تلك المنطقة لا زالت بصراحة إلى الجنوب الغرب بالفعل من منطقة تل الهوى وقريبا من شارع هارون الرشيد الطريق الساحلي. في تلك المنطقة تتمركز الآليات العسكرية الإسرائيلية، وهذه كلها بصراحة تمت يعني ضمن غطاء يعني من الطائرات الإسرائيلية التي تكثف يعني غاراتها في تلك المنطقة، وأيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية وأيضا المدفعية التي تضرب في تلك المنطقة. ونسمع بصراحة يعني بين الفينة والأخرى اشتباكات عنيفة
لطلقات نارية وأيضا تفجيرات لعبوات ناسفة يستخدمها الفلسطينيون المسلحون. وأنت تتابع معنا، هل وردتك أي معلومات عن أعداد الضحايا؟ بالتأكيد نتحدث عن عشرات الجرحى، لكن هل لديك حصيلة تقريبية مبدئية أولية لعدد الضحايا؟ نعم، فيما يتعلق بعدد الضحايا وخاصة منذ ساعات يعني الفجر وحتى هذه الساعة، يعني لا شك أن عدد الضحايا كبير جدا ومهول، خاصة في بالنسبة للمجازر التي وصفتها وزارة الصحة هنا في قطاع غزة والتي ارتكبت وتمت يعني ضد يعني بعض المنازل المأهولة بالسكان وخصوصا في المنطقة الغربية من مدينة غزة وتحديدا في مخيم الشاطئ، عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة قاسم ما أدى إلى سقوط نحو 50 ضحية، لا زالت أعداد منهم تحت الركام ويحاول المواطنون وأيضا رجال الإسعاف والدفاع المدني انتشال يعني أعداد من المفقودين الذين لا زالوا حتى هذه اللحظة. هذا أيضا يترافق مع قصف لعدد من المنازل لا أحد يستطيع الوصول إليها، وبعض الضحايا والمصابين والمفقودين لا زالوا بصراحة تحت تلك الأنقاض، لذلك لا يمكن إحصاء أو أن تكون هناك حصيلة نهائية للضحايا منذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة في اليوم الثاني والثلاثين من هذه الحرب الإسرائيلية على غزة. القصف المتواصل على تل الهوى منذ أن بدأ وحتى الآن، هل هو بذات الوتيرة العنيفة أم يختلف بين فينة وأخرى خضر؟ نعم، بصراحة لا، هو يختلف بين الفينة والأخرى. في ساعات صباح هذا اليوم وعند الساعة تقريبا السادسة بتوقيت فلسطين كان بشكل مكثف وعنيف وقصف متزامن ما يشبه الأحزمة النارية، وكل ذلك على المنازل التي هي في المنطقة الشمالية من الأبراج السكنية في تل الهوى، وتحديدا في شارع ومحيط شارع القاهرة الذي هو شارع رئيسي. هل من سبب معين لتكثيف القصف في هذه المنطقة الشمالية من تل الهوى خضر؟ بصراحة زميلتي لا أحد يعرف، يعني الذي نراه أنا أشاهده أمام عيني هو استهداف للبنية التحتية من طرق وأيضا يعني خطوط مياه وأيضا لخطوط الصرف الصحي وأيضا شبكات الهاتف وأيضا الأعمدة الكهربائية وأيضا لمنازل المواطنين، غير ذلك لا نرى. أيضا تم استهداف عدد من رياض الأطفال في هذا الشارع والذي هو مكتظ برياض الأطفال ومعروف شارع القاهرة، وخاصة في المنطقة التي تحيط بتلفزيون فلسطين سابقا، هذه المنطقة مكتظة برياض الأطفال والتي تعرضت لعملية القصف من الطائرات الإسرائيلية. نحن نتابع معك على الشاشة طبعا هذه الصور الحصرية لاستمرار القصف على تل الهوى وأيضا استهداف منازل ورياض أطفال في شارع القاهرة بحي تل الهوى. أيضا أسألك، المدينة خالية الآن من السكان وهي بالعادة مكتظة، الكل لزموا منازلهم خشية من الاستهدافات خضر؟ نعم، بصراحة منطقة تل الهوى أو ما يعرف بالأبراج السكنية في تل الهوى هي في هذه اللحظات بالفعل هي خالية ومفرغة من كل المواطنين والسكان، والذين توجه أعداد كثيرة منهم إلى، لعلك تستمعين إلى هذه الطلقات الكثيفة من الدبابات الإسرائيلية التي هي أقصى جنوب منطقة تل الهوى. المواطنون بصراحة نزحوا عن تلك المنطقة وتوجهوا في محيط مستشفى القدس وأيضا المدارس القريبة من هذا المستشفى وتحديدا بالقرب من محطة الإسعاف المركزية، حيث يوجد نحو 4 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. نعم خضر. الأونروا ويتواجد بها يعني الآلاف من المواطنين. نعم. لعلك تستمع للانفجارات والاشتباكات. هذه المدارس بصراحة زميلتي هي عادة تتسع إلى 1000 نعم خضر في الصباحية و1000 بالفترة المسائية في فترة الدراسة. نعم. حاليا يتواجد في كل مدرسة نحو 5000، أنت تتحدثين عن حوالي 20000 إنسان في 4 مدارس مكتظة في الفترة الحالية. نعم خضر. فجميعهم من النازحين. نعم، سنتابع معك لاحقا التطورات حتى اللحظة. شكرا جزيلا لك الصحفي خضر الزعنون المتواجد داخل تل الهوى حاليا. أعلن رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين في الضفة الغربية أن أكثر من 2040 فلسطينيا تم اعتقالهم في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي. يج
تجري من حملات غير مسبوقة من الاعتقالات في مختلف المحافظات الفلسطينية، والتي طالت حتى هذه اللحظة أكثر من 2040 معتقلا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، وما زالت هذه الحملات متواصلة، والتي قامت فيها ليلة أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال باعتقال عدد من الفلسطينيين، وتم توجيه تهم لهم بأنهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ما حصل مع الأسيرة المحررة عهد التميمي وكذلك بعض المعتقلين الفلسطينيين يدلل على أن هناك حملة مصعورة ضد كل أبناء شعبنا الفلسطيني، وهو تكميم الأفواه ومنعهم من قول كلمة لا لهذا الاحتلال، لهذا الاستيطان، لهذا العدوان المتواصل على أهلنا في قطاع غزة. في حملة تحريض على عهد وعلى كل النشطاء الفلسطينيين، أي حدا بيكتب على صفحته شيء، في حملة تحريض من الصفحات الإسرائيلية لاعتقالهم أو قتلهم حتى. طبعا عهد بتهموها بمنشور على الانستغرام، عهد ملهاش حساب على الانستغرام أصلا، وحتى لو لما تفتح حساب أطول حساب بقعد عندها 10 أيام 20 يوم وبتهكر طوالي، فملهاش يعني إشي على المواقع التواصل الاجتماعي. وحملة تحريض على عهد لأنه عهد يعني جزء بخافوا إنه يعني يحرك في الشارع الفلسطيني إشي، ما في الشباب الفلسطيني إشي إذا كذبت أو حق. شهدت جبهة بين لبنان وإسرائيل قصفا متبادلا بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، وأفادت التقارير الواردة من الجنوب اللبناني بشن مسيرة إسرائيلية غارة على أطراف بلدة محبيب الحدودية. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي أغار صباحا على جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن. وصباحا أعلن الصليب الأحمر اللبناني سحب جثماني قتيلين لحزب الله من منطقة حدودية كانا قتلا بغارة إسرائيلية منذ يومين على المنطقة، وتمت عملية سحبهما بمؤازرة اليونيفيل والجيش اللبناني. من الحدود اللبنانية الإسرائيلية معنا موفد الحدث عادل عيدان، ومن حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان موفد الحدث رائد الأغبر. أهلا بكما زميلي، سأبدأ من عادل. هل القصف المتبادل بين حزب الله والقوات الإسرائيلية ما زال متواصلا حتى الآن؟ يعني قبل لحظات كنت أقول منذ ساعتين كان الهدوء من بعد القصف المسيرة لمحبيب، قرية محبيب ساد الهدوء، لكن الآن فقط استمعنا في هذه اللحظات قبل ثوان قليلة استمعنا إلى ضربتين باتجاه عيت الشعب. يوم أمس كان هناك قصف متبادل بتقريبا بذات المنطقة وربما باتجاهها بعد أن استهدفت عناصر هذه هي المرة الثالثة التي نستمع. نعم يبدو أن القصف هنا، كنت أقول بأنه إذا تعطينا ربما نتحرك قليلا بالكاميرا باتجاه هذه المواقع، لا أعلم إذا كانت ستتحرك، ربما بس أشيل الكاميرا فقط، لا شيء حتى الآن. لكن يوم أمس كان حزب الله قد استهدف مستعمرة شتولة في مقابل هذه المنطقة، فكان الرد الإسرائيلي هناك دخان ربما أعمد الدخان فقط بسيطة، ولكن الموقع يبدو بعيدا من بعد غربي عيت الشعب. هذا هو القصف كنت سأقول منذ ساعتين. هدوء في القطاع الأوسط صباح اليوم، كان هناك أيضا غارة جوية على اللبونة وباتجاه الناقورة في القطاع الغربية. نحن نشهد خلال النصف ساعة القادمة ربما التشييع لثلاثة فتيات وجدتهن التي سقطن في استهداف لمسيرة إسرائيلية يوم أول من أمس. طيب ماذا عن حزب الله؟ هل بدل هذه الرشقات الثلاث برشقات صاروخية تجاه الجانب الإسرائيلي؟ حتى
حتى الآن ربما يكون هناك، عادة ما يكون هناك شك في هذه التحركات. لم نستمع لإطلاق صواريخ حقيقة قبل هذه الإطلاقات الثلاث التي سمعناها أو القذائف التي سقطت في هذه المنطقة، لم يكن شيء يذكر. ولكن يوم أمس كانت هذه المنطقة هي مسرح عمليات لحزب الله، حيث استهدف موقع شتولة. يوم أمس حزب الله استهدف تقريبا 9 مواقع إسرائيلية. الأضرار ربما لم تكن بالأرواح، لكن وفق ما أيضا يعني أخبرنا بأن سقط لحزب الله يعني عنصرين من عناصره يوم أمس، وبالتالي أعلن عنهما. وبالتالي أيضا اليوم قد نترقب بعد تشييع الفتيات، قد يكون هناك رد من حزب الله، عادة ما يكون ذلك بعد تشييع الجثامين الذين سقطوا بالنسبة له. رائد المشهد من الجانب الحدودي الآخر. هناك يعني الهدوء النسبي الذي خيم على الأوضاع منذ الصباح الباكر انقطع منذ قليل أو منذ نصف ساعة تقريبا، عندما دوت صفارات الإنذار في جميع مناطق وبلدات حدودية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. الحديث عن الجليل الأعلى، الحديث عن أيضا مستوطنات قريبة من هنا كريات شمونة وغيرها، جميع المستوطنات يعني أطلقت فيها صفارات الإنذار. كما أن منطقة الجليل الأعلى شهدت إغلاق لبعض الشوارع يعني تحذيرا وتحسبا من حدث أمني، كما يقال ربما يكون هذا الحدث الأمني هو إطلاق صواريخ من جانب حزب الله أو يكون عملية تسلل لعناصر مسلحة. حتى الآن ما زال الهدوء، ونسمع يعني الضربات الإسرائيلية المتقطعة بين الفينة والأخرى أو بين ساعة وأخرى، لكن الهدوء ما زال يخيم. الأوضاع التي شهدتها المنطقة ليلة أمس أو الساعات المسائية كانت هي الأعنف والأكثر خطورة منذ اندلاع الأزمة أو المعارك هنا منذ 8 أكتوبر. الحديث عن ضرب لمسافات بعيدة، اختراق لقواعد الاشتباك، الوصول إلى عكا وحيفا، صواريخ وصلت إلى مدى أكثر من 20 كيلومتر. الحديث عن تبني القسام وليس حزب الله لهذه العمليات، ربما يريد حزب الله التنصل من مسألة اختراق قواعد الاشتباك. هناك يعني مراقبون يرون بأن قواعد الاشتباك يمكن أن يخترقها أيضا الجانب الإسرائيلي ويضرب في العمق اللبناني. حتى الآن هي ضربات متقطعة، هدوء نسبي. شهد الأمس إخلاء وإجلاء للمستوطنين المتبقين في المناطق القريبة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وإخلاء فوري. أيضا المناطق الخط الفصل بين سوريا وإسرائيل شهد إخلاء قبل أيام لجميع القاطنين هناك وأصحاب المزارع والعاملين على مدى كيلومترين. طلب من الجميع إخلاء المنطقة وعلى الفور. أيضا هناك يعني تحذيرات وحذر شديد من اندلاع المعارك بشكل أكبر وأعنف، إن كان على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أو على خط الفصل بين سوريا. أخليت تماما رائد هذه المناطق، أم هناك من فضل البقاء فيها وبالتالي يمكن أن يتعرض لرشقات صاروخية من قبل حزب الله؟ هناك بعض البلدات أو المستوطنات الأكثر قربا على الحدود، وهي 3 أو 4 بلدات بقي فيها بعض المستوطنين، يعني رفضوا الانصياع لأوامر الجيش منذ يعني إطلاق الأوامر بالإخلاء منذ اندلاع الأزمة. وبالأمس أيضا طلب منهم النزول إلى الملاجئ وهم أكثر قربا إلى الحدود ورفضوا الانصياع ربما لأوامر الجيش، لكن الأمر هو الإخلاء بالفور لجميع المتبقين في هذه المناطق، لأنها أصبحت تعتبر يعني بنظر الجيش الإسرائيلي والمسؤولين هنا بأنها مناطق خطرة جدا. شكرا جزيلا لك من حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان مفاد الحدث رائد الأغبر، وأيضا الشكر موصول لمفاد الحدث عادل عيدان من الحدود الإسرائيلية اللبنانية الإسرائيلية.
إذن أيضا في أخبارنا، أصبحت مدارس قطاع غزة وجهة الأمان الوحيدة التي يقصدها الفارون من القصف الإسرائيلي، والفصول الدراسية التي كانت مقرا لدروس الأطفال تحولت إلى مراكز مؤقتة لإيواء اللاجئين الفلسطينيين. أنا كنت بحب المدرسة، كنت أجي على، كنت أصحى ألبس وأخذ مصروفي وأجي وأحمل شنتي وأجي عند أصحابي وعند أساتذتي. أنا مشتاق لمدرستي اللي كنت أتعلم فيها مش أجي أعيش فيه. نحن نعيش طبعاً، إحنا بنعرف شو اسم وطننا. أولادي أيضاً كذلك كانوا يتجهزون للخروج إلى مدارسهم، فطبعاً بدل أن أذهب إلى مدرستي لكي ألقي الدروس وأعلم طالباتي وأستقبل طالباتي بابتسامتي المعتادة، فتوجهنا للأسف الشديد إلى المدارس كمكان إيواء. طبعا هذا شيء غير متوقع تماما ولم نحلم به ابدا، انه نحن هو المكان الذي كنت القي فيه الدروس لطالباتي بصدر رحب وابتسامه دائمه وبسعاده. انا مشتاق لمدرستي الان كثير، اللي فيها صبوره والعاب وفيها انه اشوف اساتذه واتعلم. شو اليوم عملت؟ شو أكلت اليوم؟ احنا طلعنا من الموت للحياة، كتب لنا عمر جديد يعني، الحمد لله ورب العالمين والشكر لله. عدت حروب كتير علينا مش زي المرة هذه حرب طاحنة مش حرب عادية يعني، واللي بنجي منها ربنا يسلمه، وإن شاء الله ربنا يسلم أولادنا وأهلينا وحبايبنا في غزة كلهم ويطلعوا بالسلامة سالمين غنمين يا رب العالمين. المعبر يعني كانوا كويس، الأمور طيبة وكويسة الحمد لله. الإخوان في مصر كانوا طبعا دائما هم الراعي والرسم للقضية الفلسطينية ولأهل غزة، والمنفذ الوحيد لأن معبر رفح. طبعا يعني لما انفتح المعبر وتحت الفرصة وبدأ تسهيل الأمور والحمد لله رب العالمين. 55 55 لدخل اللي هو المصريين، انت بتسالني غير الجنسيات الثانيه، في الجنسيات الاجنبيه الالمانيه الامريكيه الاردنيه باقي الجنسيات. 55 اسم كانوا نازلين من السفاره، احنا طبعا نسقنا عن طريق السفاره المصريه وكانوا مشكورين يعني، سجلوا اسمينا وبلغونا وتوجهنا على المعبر. كشف بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية التوصل إلى هدنة تكتيكية في العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في غزة، وذلك لفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من مناطق القتال وإيصال المساعدات وإفساح المجال لإطلاق سراح محتمل للرهائن. في المقابل، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإدارة الأمريكية تخطط لنقل مجموعة من القنابل الدقيقة إلى إسرائيل بقيمة 320 مليون دولار، ووفقا للصحيفة فإن الإدارة الأمريكية أرسلت إخطارا بذلك إلى الكونغرس. فيما أعلن نتنياهو لشبكة ABC الأمريكية أنه لن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح المحتجزين، وأضاف نتنياهو أنه سيتم دراسة الظروف ليتسنى إدخال السلع والاحتياجات الإنسانية أو ليغادر المحتجزون الإسرائيليون بشكل فردي. وفيما يتعلق بالهدن التكتيكية القصيرة فقد حدث ذلك من قبل بحسب قوله. من القاهرة مشاهدينا، ينضم إلينا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس. دكتور أهلا وسهلا بك معنا. سأبدأ مع حضرتك من التصريحات الأخيرة لنتنياهو الذي ذكر فيها بأن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة بعد الحرب، هل هذا برأيك إعلان مبطن لاحتلال جديد للضفة مثلا؟
لا أعتقد أبدا، لأنه أولا الرئيس الأمريكي بايدن كان في خطاباته الأولى قد حذر إسرائيل من إعادة احتلال قطاع غزة، وثانيا لأنه الرأي العام في إسرائيل وحتى القيادات المتنفذة وليس اليمين الديني المتطرف في إسرائيل كلهم أجمعوا على عدم الرغبة في العودة لاحتلال قطاع غزة مرة أخرى والبقاء فيها لمدات طويلة، لأنه هذا يعني تحملهم مسؤولية 2.5 تقريبا مليون مواطن في غزة، الأمن والغذاء والكساء وكل ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة. وإسرائيل كانت يعني بقرار من شارون قد انسحبت في 2005 من قطاع غزة، لكن نتنياهو يعبر عن أن إسرائيل سوف تعود إلى غزة ريثما يستقر الأمن وريثما يتم تسليم السلطة في قطاع غزة في أحد السيناريوهات، لأن هناك على الأقل 4 سيناريوهات مطروحة. في أحد السيناريوهات عندما تتولى سلطة ما في القطاع غزة إدارة القطاع، وربما تبقى إسرائيل أيضا في قطاع شريط قصير أو قليل في شمال قطاع غزة كمنطقة عزلة وفقا للاستراتيجية الإسرائيلية المعتادة لإقامة مناطق عزل بين إسرائيل وبين المناطق المجاورة لها. هذا السيناريو ليس السيناريو الواحد، ولكن أريد أن أنبه أنه عندما تنتهي هذه الحرب وتحقق إسرائيل ما تعتقد أنه أهدافها قد تحققت، فإن نتنياهو نفسه لن يكون موجودا. نتنياهو أصبح جزءا من التاريخ في إسرائيل نفسها، انحسرت الشعبية له إلى أدنى من 7%، وتطالب يعني أوسع القوة في إسرائيل بعزله. وأيضا حزب الليكود ربما وفقا لبعض التقارير الصحفية والأمنية في إسرائيل تقول أن الليكود نفسه قد يختفي من الحياة السياسية، لأنه نتنياهو وحزبه يتحملان إلى حد كبير المسؤولية عما حصل يوم 7، ورعايته لحركة حماس قبل يوم 7 هو الذي كان مسؤولا عن إدخال الأموال إلى قطاع غزة، وهو الذي كان مسؤولا عن تخدير الوضع الكامل في إسرائيل باعتبار أن حماس ليست لها مطالب إلا مطالب إنسانية، إدخال عدد أكبر من العمال، توسيع رقعة الصيد في البحر إلى آخره. وبالتالي نتنياهو نفسه لن يكون موجودا هو وحزبه. هناك سيناريوهات مختلفة غير السيناريو الذي يعرضه نتنياهو. هناك سيناريو يقول بعودة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إلى ما كان عليه الوضع في 2006 قبل الانقلاب الدموي الذي أحدثته حماس في 2007، لكن السلطة الفلسطينية تصر وفقا لما رشح من الاجتماعات التي أجراها بلينكن مع الرئيس الفلسطيني في رام الله أنها لن تقبل أولا بعديد من المسائل، لن تقبل أي حديث عن اليوم الثاني للحرب قبل الوقف الحقيقي للحرب على قطاع غزة، ولن تقبل أن تعود على ظاهر الدبابات الإسرائيلية، ولن تقبل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ولن تقبل العودة إلا في إطار مشروع سياسي يضم الضفة الغربية وقطاع غزة في وحدة جغرافية سياسية واحدة وفقا لمشروع حل الدولتين، ولا بد من البدء في إجراءات عملية للتوصل إلى حل الدولتين، وليس بمجرد شعارات أو مجرد كلمات تنطق في الولايات المتحدة أو في عواصم أخرى. دكتور سمير، طرحت إحدى الصحف الأمريكية إمكانية أن يطلب بايدن من نتنياهو إيقاف الحرب في غضون 7 إلى 10 أيام، هل هذا وارد؟ وما مدى إمكانية تلبية هذا الطلب من قبل نتنياهو بحسب وجهة نظرك؟ الأمر الأول أن نتنياهو لأول مرة يصرح بأنه إسرائيل تدرس إيقاف الحرب إنسانيا لمدات بسيطة. يجب أن ننوه الآن أنه مدير CIA وهو شخصية متنفذة جدا وإسرائيل تقيم له 1000 حساب موجود الآن في إسرائيل، وسيخرج منها إلى جولة في المنطقة، ربما الأردن ومصر وربما السعودية أيضا، وهو شخصية كما قلت متنفذة مدير CIA، وإسرائيل يجب أن تصغي له، ووجوده يعني أن هناك مشاورات حول هذه الهدن الإنسانية القصيرة المرتبطة ربما وفقا لمعلومات أمريكية بتحرير عدد من الرهائن ليس معروف حجمها وعددها الآن وما الجنسيات التي تتضمنها. أنا أعتقد أن هذا الأمر يلوح في الأفق وربما يتم تطبيقه في القريب العاجل، لكن إسرائيل تعطي الأولوية الآن للعمل البري الذي تقوم به، وهو القرب من حصار ما تزعم أنه أماكن أو مواقع للقيادة والسيطرة في سواء في مستشفى الشفا أو مستشفى القدس أو بعض الأماكن الأخرى. المعركة تدور حامية الآن في البر، ثم أعتقد لاحقا يمكن تنفيذ مثل هذه السيناريوهات.
طيب في ظل كل هذه السيناريوهات المطروحة، هناك تصريحات لوزير الخارجية الإيراني ذكر فيها أن حماس لن تفكر في تبادل الأسرى بسبب التهديدات الإسرائيلية. ما تداعيات هذا التصريح دكتور سمير في هذه المرحلة تحديدا؟ قلت وأرجع وأعود فأكرر أن إيران تقوم بمساومة استراتيجية مع الولايات المتحدة، هي تتحدث باسم حماس رغم أنه يعني أدتها الأساسية في لبنان قال أنه لا علاقة لنا بالحرب وأن الحرب 100% فلسطينية، لكن إيران تريد أن تستثمر ما حصل في المساومة التاريخية مع الولايات المتحدة. إيران لها مطلبين أساسيين، المطلب الأول تكتيكي وهو الإفراج عن كميات أخرى من أموالها المحتجزة سواء في الولايات المتحدة أو في عدة دول أخرى، وتريد أيضا تحسين شروطها في الاتفاق ما يسمى بالاتفاق النووي 5+1 أو العودة إلى اتفاق 5+1. أنا أعتقد أن إيران تأثيرها الحقيقي يعني رغم أن السيد هنية سافر من الدوحة إلى إيران وقدم تقريرا وهذه إهانة للشعب الفلسطيني كأنه يعني عميل صغير لإيران، قدم تقريرا لإيران عن الأوضاع الفلسطينية وخاصة في غزة. هذا الأمر يعني لا يبيح لإيران أن تتحدث باسم حركة حماس، وأعتقد أنها ليست لها سيطرة الآن عملية على إفراج أو عدم الإفراج عن أو التحرير الموجودين. نعم، لكنها كما أشرت جزء من مساومتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لك من القاهرة رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس، شكرا لك. التغطية مستمرة مشاهدينا على مدار الساعة دقائق، وتلتقيكم الزميلة ضحى الزهيري في متابعة لآخر تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.